خلينا بقى نروح بعد كده ونتكلم شويه عن اللعيبه والجيل ده تحديدا من اللعيبه اللي كل الناس تحدثت عنهم وقالوا هم فعلا قدروا يكتبوا او يكتب التاريخ يعني اساميهم خلال التتويج بلقب. هنا بنتكلم دوري الابطال للمره الثانيه على التوالي. امبارح بقى خلينا نقول لحضراتكم يعني بعض اللقطات. امبارح جنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي للكاف سلم على محمد الشناوي زي ما كلنا شفنا كابتن الفريق واعطاه الكاس. وخليني اقول لحضراتكم هو كمان حرص لاعبو الفريق على عمل ممر شرفي للاعبي كايزر تشيف. كان حاجه مشهد يعني محترم ومتوقع اثناء صعودهم للمنصه عشان يحصلوا على الميداليه الفضيه. كمان قاموا ممر شرفي اخر لطاقم التحكيم يعني اللي فعلا نقدر نقول ادار المباراه بجداره. كان في ناس متخوفه بس امبارح فعلا كان في اداره رائعه جدا من الحكام. واقام كمان لاعبي كايزر تشيفز ممر شرفي للاعبي الاهلي. ده كان اثناء صعودهم لمنصات التتويج وتسليم الميداليه الذهبيه. وان احنا بقى شفنا المشهد الجميل المحترم اللي احنا شفناه امبارح كده ورفع الكاس. حاجه كانت فعلا يعني نمنا مبسوطين. نقدر نلخص ان احنا فعلا امبارح نايمين مبسوطين مرتاحين عندنا فخر. حاجه كانت فعلا محترمه جدا امبارح. برضو من ضمن اللقطات اللي كانت ملفته جدا للنظر امبارح لعيبه النادي الاهلي اهدوا التيشيرت رقم 10 باسم بيبو الكابتن محمود الخطيب. وكابتن محمد الشناوي قال ان دي اقل حاجه واقل هديه من كل لاعب من الفريق في ظل وقوف كابتن الخطيب دائما خلف الفريق خلال الفتره الماضيه. الشناوي قال كمان جمله مهمه جدا، قال ان لعيبه النادي الاهلي بيفكروا في اللي جاي وفي الاستمرار في حصد البطولات خصوصا بطوله الدوري الممتاز. وأكد أن كل لعيبة كانوا على قدر المسؤولية طوال الفترة الماضية وهدفهم دايما هو صناعة تاريخ كبير في الفترة المقبلة إن شاء الله. خلينا نروح برضو نسمع او نشوف كده بعض اللعيبه قالوا ايه من تصريحات بعد هذا الفوز العظيم. ايمن اشرف كان ليه تصريح، هو اهدى الفوز لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب واهدى ايضا لجماهير الاهلي العظيمه. وكمان اضاف ان هو بيهدي هذا الفوز لوالدته ولشقيقته رحمهما الله. وقال انه شعر باقتراب التتويج بالنكبه العشره بعد الهدف الثاني تحديدا اللي سجله محمد مجدي قفشه. واكد ان الفوز بالبطوله الافريقيه للمره الثانيه على التوالي بتبقى بمثابه دافع قوي من اجل زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية. كابتن وليد سليمان كمان قال ان كل لعيبه النادي الاهلي قدموا مستوى ممتاز ومتميز وتكلل مجهودهم بالتتويج بالبطوله العاشره للمره الثانيه على التوالي، كما انها البطوله الرابعه في مسيرته مع النادي وانه فخور جدا بكل لاعب من لعيبه النادي الاهلي. اما حسين الشحات قال انه كان بيثق جدا في تحقيق هذا الانجاز وقال الحمد لله نفذنا تعليمات بيتسو موسيماني ونجحنا في تسجيل الهدف الاول ثم التالي ثم الثالث وفزنا بالمباراه. بص انا اللي عجبني بقى قوي يعني كمان الثنائيه الرائعه ما بين قفشه ومحمد شريف. حقيقي لو اتكلمنا برضو بلغه ارقام هما الاثنين مساهمين كل واحد بسبع اجوال يعني بنتكلم 14 يعني لو هنتكلم برضو كام في الميه تقريبا اكتر من 53% من اهداف الاهلي في هذا في هذه البطوله. فحاجه محترمه جدا تتكلم عن يعني اثنين مشاركين في اكتر من 53% من الاهداف الخاصه بالاهلي. فثنائيه جميله كيمستري حلوه زي ما بيتقال كده. انت بتشوف مشهد محترم ورائع وتناغم جميل بين اللعيبه. مش كل واحد بيلعب لوحده، لا لعب جماعي حلو جدا حتى اللعب الفردي اكثر من رائع. فحاجه كانت حلوه جدا وفرحه غير طبيعيه امبارح في كل انحاء العالم زي ما شفنا.